يقول السائل: اعتمرت أكثر من مرة ولم أحلق الرأس، وإنما أخذت من جوانبه بالمقص ولم أحلق حتى الآن، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، القص هو التقصير، والله خير بين الحلقة والتقصير، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولكن الحلق أفضل، الحلق أفضل، والتقصير مجزي، ولكن لا يكفي أنك تأخذ من بعض جوانب الرأس، بل تعمم الرأس من جميع الجوانب، ولا تترك جانبا منه ما لا تقصر منه، وما مضى يكفي، ولكن في المستقبل تستقصي عند التقصير من جميع الرأس. نعم.